يا جماعه حد يعرف سلجادو شغال ايه؟ بقاله سنه هيثم، انا عارف يا عيني هيثم نبيل بقاله سنه بيكتب يا جماعه حد يعرف لنا سلجادو بتاع ايه. النهارده الكابتن هاني رمزي رد بقى قال لك لم يكن له دور على الاطلاق. ابشر يا هيثم يا كابتن، خلاص عرفنا ابراهيم. هو الراجل معاه مدرب عام ومعاه هاني رمزي، لما يجيب سلجادو مع يبقى انت مش شايف هاني خالص بقى. يعني ما هو ده انت مش شايف هاني خالص، هو مش موجودين. طالما انت جبت مع الجهاز اساسا واحد تالت معاك، انت معاك مدرب عام وجبت واحد تالت وجايب مدافع برضه يا كابتن هاني، معلش انا بجيب عنصر في الجهاز. يعني مثلا انا بجيب مثلا مهاجم في الجهاز بتاعي عشان يقدر يطور الجانب الهجومي مع المهاجمين. لو هتشتغل معاهم تخصصي هتشتغل مع المهاجمين. كابتن هاني رمزي اساسا راجل تاريخ كبير جدا في الجهاز. لا بس يعني انا مش مقتنع بالدفاع يدرب الدفاع والهجوم يدرب الهجوم. مش يدرب، قصدي ان حتى لو انت جايبه حد يعمل حاجه تخصصيه انت عندك يعني عندك صاحب الحته دي. فانت هو ايه دوره في الجهاز؟ يعني حتى لو انت جايبه ان هو يبدا يشتغل يطور الديفنس اللي موجود، طب ما انت عندك واحد اوريدي موجود في الجهاز. هاني انا مش بتكلم ان كل واحد لازم يكون له دور في حاجه معينه، انا قصدي حتى لو انت بتفكر تجيب واحد يطور الديفنس، طب ما انت عندك هاني رمزي. هو لازم كل واحد ليه مساحه في الشغل. واضح ان هو الراجل ما كانش مدي لهاني المساحه بتاعت البوزيشن بتاعه، او ما عرفش هاني كويس، ما عرفش تاريخ هاني التدريبي او كلاعب تدريبي. خلينا كتدريبي هاني عمل حاجات كويسه جدا في التدريب، يعني كان ممكن يبقى اضافه كبيره للراجل لو الراجل كان يعني بيسمع كلام هاني، وكان مهم جدا يسمع كلامه يديله مساحته في الشغل. لكن حته لما جه سلجادو قلت لا، يبقى الراجل مش بيبص خالص على مصر، باصص على الجهاز اللي معاه بس. صحيح. طيب بس انا في نقطه بس، يعني لو انتم محتاجين فاصل عرفوني عشان خاطر نخلص الجزئيه دي. يعني تعقيب صغير خالص. هاني اخويا وحبيبي، انا ما بحبش المدرب يطلع يتكلم على اللعيبه. يعني حتى لو انتقاد حته بره الفنيات كشاره، يعني برضو هاني ما كانش لازم يخش في المنطقه دي. معلش هاني طبعا اخويا وحبيبي. طبعا المحمدي غلط كبير. لا هاني قيمه كبيره كمان كلاعب كمدرب. ما ينفعش كابتن المنتخب مصر يعني يرد. كان ممكن يعني يعديها، لكن برضو هاني ما كانش يتطرق لنقطه الشارة. برضو بتخش في شخصية اللعيب نفسه، ما فني زي بره الملعب. يعني اتنين واحد مش عايز اخش في المنطقة دي خالص. يعني انا عمري في حياتي ما اخش مع منطقة اللي انا انتقد لعيب في حاجة معينة. اللعيبة كلها غلطت، كلها. وانا قبل كلامي قلت لك كابتن فرقة الشارة دي، لا في اربعة خمسة بيخوضوا. اقول لحضرتك على حاجة، انا يعني اللي قالها عادل ان الضغوط اصبحت مختلفة. انتوا اشتغلتوا في الظروف بالظبط دلوقتي، الظروف دلوقتي في 2019 اصبحت لا. هو هاني اتكلم في نقط مهمة جدا ونقط حساسة اتكلم فيها في السياسة بتاعت الجهاز. حلو قوي، والناس كلها يمكن الناس مقتنعة بحاجات كتيرة. سياسة الاختيار وسياسة الاختيار وفي كل حاجة. لكن خد اللعيبة على جنب بقى، مش عايز اختص حد بنقد معين. لا اللعيبة كلها مخطئة تماما.